أسامة حسني أنا تدخلت مع المدرب باش يعطيه ترخيص لأنه عمره 30 سنة، قلنا اللي يوصل 30 فما فوق نكونوا معهم شوية مرونة لأنه انتهى مشوار قريب ينتهي. خليناه مشى يلعب بالبطولة الآسيوية مع نادي آخر في إطار إعارة على أساس واحد جميل يكون على ذمة المنتخب، وقت اللي المدرب احتاجه تضرب ميوة في الجزائر في وهران ما اتصل بيه المدرب ما هش عليه الهاتف، كلمته أنا شخصيا خاطر التزم معايا أنا كرئيس جامعة، قال لي سي كريم نحب نرتاح ما نحبش نجي، انا مصيف توا عندي حق باش نرتاح. مو اخر لحظه خاطر كلمه؟ لا مش اخر لحظه، هو روح 28 جوان. اي مثلا تو كيما اسامه حسني الناس كل نعرفوش عطاه المنتخب، عمل العديد الاخطاء في المنتخب في حياته الخاصه، وكنا نحن كل مره سند ليه، المره هذه حتى في المنتخب اسي سي ريسيديفيست اسي، وانا ما ضبي ما نحكيش اكثر خاطر نحبش نضر مسيرته في النادي نتاعو، ربي وجهه خير. انا بالنسبه لي ما عادش مع الصفحه وتويناها. أنا شنو اللي صاير وشنو المشاكل اللي صايرة في المنتخب وشنو المشاكل إدارية فنية أنا ما عندي حتى دخل فيها، أما اللي أنا اللي غايظي لعبوا لي بعصابي برشا وسكت ياسر وسعد بيلي برشا، توا لازم كل واحد يدافع على روحه وعادي الحق. الناس اللي قرب من هون واللي قرب للمنتخب يعرفوا الحقيقة ويعرفوا شنو اللي صار، الناس كل ولا تشكك في تشكك في وطنيتي وفي حبي للمنتخب وراية المنتخب وراية تونس قبل كل شيء، اللي أنا عديت فيها سنين ندافع على نحاول نعطي اللي نرجع نقول. أما كي توصل للمجرة باش نقص ونضر لاعب أخلاقيا مش حتى رياضيا، أخلاقيا أبار رياضيا، رياضيا أنا باش نخرج متكبر على المنتخب اللي الناس كل تعرفني أنا شنية كشخص في شخص شنو مادي ما نسمحش به. واللي غايبني أكثر من سي كريم الهلالي أنه يحكي على أسامة البطولة الآسيوية اللي أنا قررت باش نمشي نلعب ما خديتش الموافقة من عندهم ومن عند حتى حد، أنا ديجا هزيت تليفون وحدي كلمت سي سامي السعيدي قبل ما تبدأ البطولة الآسيوية ومازلت ما كملتش الشامبيون في فرنسا، يعني مازلنا نلعب ومازلوا 20 يوم على بطولة البحر الأبيض متوسطة بعد متوسطتين، مثلا 20 يوم مازلت مثلا حتى برنامج واضح، وقعدت السنة الأخر وقت وحتى وكيل الأعمال تجمو تسألوا وكيل الأعمال قولوا له أنا شنو قلتوا اللي وصلوا كلموني قبل الجماعة الفريق هذايا بتاع القادسية ورفضت وقلت له لا يا نفسي البريود هذه باش نلعب بها الجومات، بعد قعدت نستنى 20 يوم ما فما حتى شيء، أنا زاد عندي مصالحي الشخصية وعندي نخدم على روحي، أنا لاعب بروفيسيونيل كيف نحكي كورة، أنا لاعب دولي بروفيسيونيل، حتى ولو أنت نخدم على روحي وكلمت سي سامي السعيدي وقلت له راني عندي كونتاكت باش نمشي نلعب بطولة، والله العظيم لا صار منه لا هز تليفون وكلمني، أقسم بالله أقسم برب العز لا هز تليفون وكلمني، راني بغل راني نحكي خاطر نص وقت ساق الليرب وبتاع ما عادش النجم وسعت بيلي لعبوا لي بعصابي برشا، أنا حتى في قعدت مع عائلتي لعبوا لي بعصابي وعصاب عائلتي معايا عندي عائلتي وعندي أسامة بتاع 22 سنة ولا 20 سنة، قال لي ماهوش أسامة دور ولدها يا سي كريم كي تحب تحكي معايا ماذا بيك تحترمني، أنت حتى كي طلبت حق الرد باش تدخل والفاسون اللي حكى بها معاك انا شوف ما حتى حد ما يعطي فيها في الخبز، انت انا نخدم على روحي، انت كان ثم حد باش كل شيء بيد ربي، راه كل شيء بالكتب بيد ربي، معناتها ما تحاولش تغلط الراي العام وتغطي عين الشمس بالغربال وتغلط الناس، الناس تعرف اللي سامي السعيدي الناخب الوطني ما بعث لي ما كلمنيش اللي اخر وقت اللي حكيت معاه قبل بطولة العاب بحر الوظية الجومات حكيت معاه قبل الجومات وقلت له راني يا سي سامي عندي بطولة اسيا، لا ما حبوش يعطيني الفرصة، قالوا لي ما زلت صغير، انا كي نحكي مع سي كريم يا سي كريم راني ما عادش صغير نحكي معاك، انا الاخر وقت راني انا سي كريم الهلالي الاخر وقت مشيت للجامعة اللي باسبور نتاعي اكسبيري حتى كان ولو وافقت حتى انا قلت باش نمشي حتى كان ساعه ربي ومشيت للكوب دافريك الباسبور نتاعي اكسبيري في بالهمش بيه، معناتها انا وحدي مشيت لوليد عوجي يعطي الصحه عملوا لي الورقه لاتستاسيون باش انا مشيت لاداره الحدود ولا الجانب جددت الباسبور نتاعي بمبادره مني انا ما في بالو حد زاد من الجامعه، اللي كلمني سي كريم اللي بعث لي ميساج الناخب الوطني لو ترونت وبعثته لك الميساج ومانيش نكذب والميساج فوكال ما قصيتوش ومانيش نكذب وربي شاهد على كلامي، تكلم تنجم تكلم وكيل الاعمال نازي كلمه اسلو بعث له ميساج فوكال قال له خذيت قرار انا والمكتب الجامعي اي واحد باش يلعب بطولة اسيا ما يمشيش يشارك في بطولة افريقيا، بعد كلمني سي كريم الهلالي من خطوه قال لي اسامه شنو هي الحكايه وشنو هي بطولة اسيا، قلت له سي كريم راني ماشي نخدم على روحي يا
سي كريم راني ما عادش صغير يا سي كريم، راني عندي 5 سنين في فرنسا، نلعب في فرنسا، راني ما خمنتش في الديات، وتعرف صعبه فرنسا والامور الديات وقوانين هذوكم الكل، معناتها تدخل في الديتاي ماهيش الخليج، معناتها خممت كوره حتى الفريق اللي انا ماشي له توا في مقدونيا يلعب بطوله اوروبا. يلعب كاس اوروبا هذيك الاوروبا ليك ويلعبوا سهلي، معناتها انا 25 في شهر اوت اللي جاي هذايا، معناتها في ظرف شهر باش نلعب قدام مشكوف بريس صراف باش سهلي، يعني والله له تكبر، انا ما نحبش العباد تفهم بالغالب، انا راهم يغلطوا في الراي العام، وكان بالطريقه هذه سي كريم يتكلم وماهوش يقول في الكلام الصحيح نتاع الكونفرساسيون اللي صارت بيني وبينه والمحادثه اللي صارت بيني وبين سامي قبل بطوله اسيا ومن بعد قطع البث، تبعث لي مساج انا كلاعب تبعث لي مساج لوتروند بعد ماتش تروزيام ماتش كلاسمون كونتر في بطوله اسيا، وثم توانسه معايا مشاو وثم توانسه مشاو اخرين وكلموهم من بعد وصار اللي صار وما صارش البوبلي هذا الكل والمشاكل هذا الكل، اما صار كان معه سامح حسني على خاطر انا ما نحبش الزل. المهدي انت كي تحب تعيط اللاعب وطني كي باش تستدعى لاعب وطني باش يجي باش يقدم الاضافه ولا باش يكون موجود مع الفريق. انا نحترم الناس الكل اللاعبين الكل قد نحترمهم ويحترموني وعلى الراس والعين ولحد الان وفما حتى اشكال مع حتى الان تجد الناس الكل والعباد كيف كيف لقراب الكرة اليد وحتى اشخاص من الجامعة اللي نعرفهم لقدم خاطر ثم اشخاص جدد تتكلم باسمي وتتكلم اللي يعطينا الاوتوريزاسيون، مثلا زياد النطاط اللي سمعته في افان قال اسامة حسني احنا خليناه باش يمشي وقلنا له اتفقنا معاه باش يرجع، انا عمري ما حكيت معاه زياد النطاط وما نعرفوش، تحكي باسم رئيس الجامعة شكون اللي يعطي القرارات في القائمة بتاع المنتخب رئيس الجامعة ولا الناخب الوطني المدرب المفروض هذا اللي نعرفه، انا سي كريم كلمني قبل بطولة اسيا وقبل ما كمل الشامبيون في فرنسا قلت له يا سي كريم انا معاك، قلت له اكسي سامي السعيدي قلت له يا سي سامي انا راني ماشي نلعب بطولة اسيا بعد تحب نجي للمنتخب راني موجود على الراس والعين، قال لي ايه من بعد باش نعرف شنو بروتيجيك ولا بروتيجيك تبروتيجيني نتاع شنيا، انا على شنيا باش تبروتيجيني بربي وغريتوني انتم تو سامحني انت تعيط اللاعب في اخر وقت تقول له لوترونت ميساج تبعث له لوترونت ميساج تفهم فيا ولا نفتش تليفون وتكلموا يا اسامه راهو حاجتنا بيك باش تجي تخلط مع الفريق وباش تلعب مع الفريق ولا اللي هو اللي الناخب الوطني ما عملوش الشيء هذا خسر عليه مثال، انا قبل بطوله افريقيا 2018 يشهد ربي على كلامي نلعب بيبرجي الناس كل تعرف شنو هي الضربه اللي جماعه الهوند يعرفوا بيبرجي شنو هي اللي انا ممدود على ظهري ما نزلش نهز ساقيه نورمال بالزرارق ونلعب لعبت دومي فينال وفينال رجعت لايفري نضرب ثلاثة شهور ولا أربعة شهور ما نلعبش اضطريت عملوا لي فسخوا لي العقد ومن بعد مشيت لقيت جمعيه اخرى ووصلت الحمد لله مع ايستر بدات بالسياسه بالسياسه ومالغري سا صارت لي زاد كيف كيف الاشكال في قطر اللي انا ما كرميش مشيت لقطر كان روحت لتونس على خاطر الناخب الوطني في بالو بيا مضروب وبعثوا لي انا وبعثوا تصاور وعملت مرتين اجتماع مع الفريق بتاعي ايستر في فرنسا مرتين واللي تعاركت معهم قلت لهم لا كما انا نحترمكم عندي عباد في المنتخب نحترمهم اللي انا سي منظر اللي في بالي الناس كل في بالي سي منظر مش القطر انا مشيت لقطر وهزيت معايا دوايا باش نعمل الزرارة وانفلتراسيون لازمني 10 ايام ما غير حتى اكتيفيتي سبورتيف